السنة الماضية كان شتاء وسحرت بالشجر الكبير وبالطاقة اللي موجودة بالمكان، بالرغم من أنه كان فاضي ويعني غير صالح للحياة يعني. فحسيت أنه بقدر ساوي فيه شيء وحبيته، فحافظت على مشارب الخيل وعلى حتى على الأقواس، وما قطعت المكان، تركته كله مفتوح، وأضفت بعض الإضافات طبعاً للجنينة، حطيت شجرة السنديان اللي أنا كتير بحبها، وبس خلاص. أنا كنت يعني أنا نفسي مالي متوقعة كيف بده يطلع بالأخير. قررت إنه أسس هذا الإقامة الفنية بهذا المكان واستضيف الفنانين فترة محددة، يعني تتراوح من أسبوعين لأربع أسابيع، بشكل إنه تكون مثل يعني المنارة اللي بتساعدهم إنه يبلشوا طريق. بالرغم من بشاعة الشيء اللي عم يصير هلا، كانوا قادرين بأحلامهم بطاقتهم النفسية والعاطفية إنهم يطلعوا شيء حلو. حتى في أحد الأعمال من الجثث اللي ملفوفة بالقماش الملون والبرادي، قدر أحد الفنانين إنه يطلع عمل فيه جمال. الموضوع كتير بشع وكتير قاسي ومحزن، قدر يطلع عمل فني هو مثل تخليد ولذكرى هدول الأشخاص. على اول الحكي بقى يا علي.